أهلاً وسهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج حلقاتنا لقاءات وحوارات خاصة، وكما عودناكم دائماً نختار لكم الأفضل والمميز. رحبوا معي بضيف حلقة هذا البرنامج على قناة جوسات الأردنية الشيخ سامي حماد. أهلاً وسهلاً فيك سيدي. حياكم الله، أهلاً وسهلاً. الله يطول بعمرك. إحنا طبعاً حابين نتعرف عليك إن شاء الله شيخ سامي حماد، نتعرف على الاسم والبطاقة الشخصية بشكل مختصر. أنا سامي يوسف سليمان حماد، سكان مادبة، من مادبة أصلا اللي هنا من 50 70 تقريبا. طبعا متزوج 4 نساء والحمد لله رب العالمين إن شاء الله. هلا سيد سامي، عفوا الشيخ سامي، احنا حابين نتعرف عليك. عرفنا عندك محل موبايلات في منطقة الصويلح، بدنا نتعرف على الخدمات اللي بتقدمها من خلال بيع الخلويات والاكسسوارات لحد قسم الصيانة اللي بعد شوي رح نعرضه على الشاشة ان شاء الله. نعم والله، احنا بنقدم للأجهزة اول شيء، اهم شيء عندنا الصيانة لانه هو اللي ماشي حاليا. تمام. بنبيع الأجهزة المستعملة وقليل من الجديدة. تمام. لأنه الناس كلها بتوجه بهاي الظروف إلى المستعمل والأقل سعرا. بالضبط. فطبعا احنا أهم شيء عندنا الصيانة. ونقدم للناس، طبعا خرجنا احنا أعداد من هون من مؤسسة التدريب المهني. تمام. شباب صغار في العمر وظلوا عندها سنة سنتين حتى تعلموا. تمام. وأخذوا شهادات وفتحوا طريقهم. اللي فتح محل وإلى آخره طبعا مجانا. أكيد. لن نأخذ من أي شيء واحد أي شيء. ممتاز. طبعا بنهنيكم أكيد على سمعتك الطيبة. حياكم الله. بس اسمحوا لي أني رحب بكم. الله يسعدك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعدك. إن الله ورسوله يصلون على النبي. طبعا ابعث تحيه لجلاله الملك عبد الله ابو الحسين ورحم الله الحسين، ونحن شعب نعتز بالعائله الهاشميه، ونحن كشيوخ رديف للامن ورديف للجيش ورديف لكل شيء، حيث انه نحن نوفر على الدوله الجهد ونوفر على المواطنين المحاكم وإلى آخره، فهذا اللي بنقدر عليه الحمد لله. الحمد لله. ونعتز بهذه العائلة الهاشمية. الله يسعدك. هلا شيخ سامي، طبعا شكرا على أكيد بطاقة الشكر والتقدير اللي قدمتها للعائلة الهاشمية. هلا بدنا يعني كلمة لإلك كمحل، يعني كاستمرارية عمل إن شاء الله. أكيد كل إنسان له عمل بحب يطوره ويحسنه. هلا شو تطلعاتك المستقبلية لفيما بعد من خلال محل الموبايلات؟ والله نأمل أنه نقدر نطور أي تطلعات جديدة، لأن الوضع الحالي لا يخفى على أحد في المملكة نهائيا، حيث أن الأمور كل ما فيها والحمد لله رب العالمين. نحن زي ما قالوها نقاوم هاي الظروف المادية والحالة الركود السائدة، وأثرت علينا الدول المجاورة في هذا الموضوع. بالضبط. فنأمل من الله أنه نظل واقفين على جرينا وما نسلمش المحل. أكيد. إن شاء الله. نقدر ندفع أجار المحل. أكيد. لأنه أنا وابني يعني عائلتين على هذا المحل. إن شاء الله يا رب، نتمنى لكم التوفيق والنجاح دائما. الله يبارك فيك. هلا شيخ سامي، حابين بس نذكر بنهاية برنامجنا عن موقع محلكم للموبايلات والخلويات في منطقة الصويلح، بدنا الموقع بالضبط. الموقع مقابل المركز الصحي القديم. تمام. بقرب مخبز الإيمان العالي. على شارع الأميرة راية. تمام. هو كان زمان اسمه الملك حسين. فاسمه الآن الأميرة راية. وعلى شارع صويلح الرئيسي يعتبر. أهلا وسهلا فيك. طبعا شاكرين حسن الاستضافة شيخ سامي، وإن شاء الله بنشوفكم بالحلقات القادمة في برنامجنا لقاءات وحوارات خاصة. كل الاحترام لك وشكرا لك. احنا بنحييكم ونشكر التلفزيون الأردني على هذه الإطلالة، والتلفزيون الأردني هو التلفزيون الأول، التلفزيون الوطني في الأردن. أكيد. الرسمي، ونعتز به لما يقدمه من خدمات، ونشكركم على الزيارة. الله يسعدك يا رب، شكرا لك. حياكم الله. السلام ورحمة الله وبركاته. احنا بقسم الصيانة حاليا، قسم الصيانة بيعتمد على التركيز والصيانة والمعاملة الزبائن واستلام الجهاز واخذ الحالة للجهاز حتى تقدر انك تتعامل معه. قسم الصيانة اجبارا بحاجة للعدد الكافية انك تقدر تكمل شغلك وتتعامل معه.
والحمد لله رب العالمين انه سمعه بالسوق، والحمد لله مستمرين من 2006 تقريبا في هذا المجال، والحمد لله رب العالمين. وخرجنا تقريبا بحدود 28 إلى 30 شخص من عندي منهم تدريب مركز المهني، والحمد لله منهم من استمر وفتح محل واشتغل، والحمد لله رب العالمين. وفي منهم ما قدر يكمل وغير اتجاهه. قسم الصيانة طبعا احنا معتمد باستلام الأجهزة من الزبون وتحديد الحالة تبعت الجهاز والصيانة تبعت الجهاز وكيف الطريق اللي نقدر نشتغل فيه، والدقة بالمواعيد والالتزام مع الزبون. وكل كل كل جهاز له وضعه حسب من نوعية لنوعية بتختلف الأجهزة. والاختصاص أفضل شيء بالنسبة لصيانة الخلويات. طبعا العدد المستخدم من الصيانة، عندك الباور سبلاي، عندك الفرن الحراري اللي تلزق الشاشات، عندك الهيد جن والكاوي طبعا الرئيسيات، العدد كاملة موجودة من المفكات لملاقط لقطعات استخدام القطع تبعات الصيانة. القطع متوفرة كاملة إجمالا. في عندنا مثلا عندنا الغسالة تبعت التليفونات، في عندنا المفك الإلكتروني طبعا اللي بفك البراغي تبعت الأجهزة، عندنا الكاميرات تبعت الزوم اللي هي بتقرب البورد يعني ألاف الألف تقريبا ضعف، إنه بتقدر تشوف البورد بشكل أوضح. تمام، والحمد لله رب العالمين كل شيء متوفر عندنا. مخططات موجودة للصيانة اللي هي أهم إشي، والشكل الرئيسي أهم إشي بالنسبة للصيانة إنه يكون مخططات إن كيف تتعامل مع الجهاز، لأنه إحنا ما بنعلم بالغيب، إحنا بنشتغل على دراسات إلكترونية حتى نقدر نحل مشكلة الجهاز.